العالمي للتسامح، اليوم العالمي للتسامح، فهذا تذكير لنا وللإنسانية جمعاء أننا في أمس الحاجة، يعني ليس فقط اليوم العالمي وإنما لكل سنواتنا أن تكون سنوات عمرنا أن يكون عمر التسامح، لأن البشرية والإنسانية تمر بأزمات يعني حادة ونواجه تحديات خطيرة جدا. يعني الإنسان الفرنسي يعيش مرحلة صعبة جدا من خلال ارتكاب بعض يعني العمليات الإرهابية منذ 2015، هذا ولد شيء من الخوف والشك في إمكانية التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم، واستغل هذا الوضع بعض من يريدون التخويف أكثر والذين يظنون أن الهوية الفرنسية مهددة بالوجود الإسلامي، فقاموا بتضخيم بعض الأحداث التي وقعت، وإن كانت أحداث ضخمة جدا، مقتل مئات الفرنسيين يعني كان أمرا خطيرا. لذلك نحن نسعى إلى رأب هذا الصدع الذي ربما أحدثته هذه العمليات الإرهابية، ونحاول أن نظهر جانبا آخر من الدين، دين التسامح والسلم والتعايش السلمي. المؤسسة الدبلوماسية في إطار الملتقيات الدبلوماسية التي دأبت على تنظيمها تستضيف اليوم باستضافة قامة كبيرة، وهو محمد المساوي الأستاذ الذي يرأس مجلس الفرنسي للديانات الإسلامية، وتأتي هذه الاستضافة في الوقت اللي كثر الكلام حول ابتزاز المسلمين بصفة عامة والمسلمين المغاربة بصفة خاصة في أوروبا وكذلك من طرف فرنسا، لتعلم أوروبا على أن المغرب منذ تاريخه الطويل لم يعرف ولم يسمع أنه ضايق عن النصارى أو اليهود حرية مزاولة شعائرهم الدينية. فمنذ الدولة الإدريسية إلى الدولة العلوية المغرب دائما حافظ على حرية مزاولة الشعائر الدينية، فكما المسلمون يتعبدون بكل حرية في مساجدهم، كذلك المسيحيون على مختلف فرقهم يتعبدون في كنائسهم بحرية، ناهيك على أن اليهود في المغرب يزاولون طقوسهم الدينية في المعابد بكل حرية. هذه هي إمارة أمير المؤمنين في المغرب، ومن هنا مغاربة العالم يستمدون مرجعية تدينهم في الخارج. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.